خلوني انتقل على مساله ما كنا بنتكلم على منابع التمويل. من ضمن منابع التمويل زي ما بقول لكم في المنطقه، وده من ضمنها مش كلها وليست الوحيده، هي قطر التي اتخذت قرار لاستعداء العرب، جيرانها اشقائها العرب. قطر مش الدوله، قطر القصر الاميري، قطر اللي هو الحكم لو صح التعبير. العمل على تقويض الامن القومي العربي، تهديد المصالح والاستقرار العربي. كشفت مصادر خليجية عن اتفاق ما بين أمير قطر سمو الأمير تميم بن حمد الثاني، واللي بنبارك له على ابنه محمد طبعا، رزق بابن اسمه محمد، أو الله مش عارف حضراتكم عارفين ولا لا، ونبارك جدا محمد ده ملوش ذنب الحقيقة في أبوه ولا في جده يعني، وربنا يديله الصحة ونشوفه شاب ظريف لطيف جميل يقدر يصلح أخطاء والده وجده إن قدر يا رب. المهم فاتفاق ما بين الأمير تميم بن حمد الثاني مع الرئيس الإيراني السيد حسن روحاني بإنشاء قاعدة عسكرية إيرانية بالدوحة على غرار القاعدة التركية، ويستمر الأمير تميم في تحدي الإرادة العربية بل واستعدائها قدر الإمكان، أو قل استفزازها. أنا مش من الناس التي ترى أن إيران أكثر خطرا من إسرائيل، ولا أرى أن إسرائيل أقل خطرا، أو أن قطر حتى أكثر خطرا من إسرائيل، لا أكيد لا، إسرائيل الأكثر خطورة، لكن ده مش معناه أن قطر مش خطيرة يعني، ده مش معناه أن تركيا مش خطيرة يعني في ظل وجود هذه الأنظمة ما بين نظام تميم أو نظام رجب طيب أردوغان. المصادر الخليجية قالت أن القاعدة اللي هيتم إنشائها خلال الأيام القليلة المقبلة هدفها حماية وتأمين إمارة نستطيع وصفها بإمارة الفتنة والإرهاب، ألا وهي للأسف الشديد قطر الشقيقة، خصوصا في ظل الظروف اللي بتعيشها حاليا بعد العزلة المفروضة عليها من تكتل 3+1 أو الرباعية العربية المكافحة للإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين. وأكدت وسائل إعلام إيرانية منها قناة العالم الإيرانية على سبيل المثال، وده من خلال حساباتها الرسمية اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا اللقاء اللي تم ما بين تميم وروحاني من أجل تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في الإمارة الخليجية بحجة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. أمن واستقرار المنطقة تحديدا في الخليج العربي وفي المنطقة العربية بشكل أشمل قايم على فكرة وحدة الرؤى حتى لو كان في بعض التباين، قايم على العلاقات الجيدة ما بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية والدول الأعضاء في الجي سي سي أو مجلس التعاون الخليجي. هو ده الامن الحقيقي، وهو ده الضمانه الحقيقيه لامن واستقرار المنطقه. مفيش مانع من دايما انك انت تنسج علاقات جيده مع دول الجوار. عمري ما اقول لك انه في مانع انك تعمل علاقه جيده مع ايران او علاقه جيده مع تركيا او علاقه جيده مع ابعد الدول، الا انه الحاجه الوحيده اللي انا دايما هفضل ارفضها هي فكره علاقه جيده مع الكيان الصهيوني المحتل الارض العربيه. مفيش حاجه اسمها علاقه جيده، لازم تبقى العلاقه سيئه بصراحه. لكن في النهايه مش ده اللي بيعمل امن واستقرار المنطقه. ده من قناه العالم اهو، بحث الشيخ تميم بن حمد ال ثاني مع الرئيس الايراني حسن روحاني عن رغبه بلاده في تاسيس قاعده عسكريه ايرانيه في قطر لتعزيز امن واستقرار المنطقه. ده قناه العالم. الدوحه هتطلع تكذب ده ولا مش هتطلع تكذب؟ لكن السؤال اللي بعده، رؤيه العالم، رؤيه المجتمع الدولي للعزله التي فرضتها تكتل او التي فرضها تكتل 3+1 على قطر، العالم شايفها ازاي؟ ولا حاجه خالص. بريطانيا بتعمل مناوراتها العسكريه مع قطر عادي جدا، فرنسا وامريكا شايفين انه لازم العرب يهدوا اللهجه شويه ونلاقي حل لهذه الازمه. انا افهم ان احنا نلاقي حل لهذه الازمه، لكن نهدي اللهجه ليه؟ هو قطر هدت من اجراءاتها؟ يعني مفترض ان قطر او النظام في قطر هو الباغي، هو المعتدي، فلما هو يتراجع وهو اللي يهدي نبدا احنا كمان نهدى. بس كده.